Ba-da-ba-boom, Osmar, Osmar. Ba-da-ba-boom, Osmar, Osmar. Episodes on the FN, watching all the good guy and all the day in Metro City. Let's begin. First place of the whole band is Destiny. Ba-da-ba-boom, Osmar, Osmar. Ba-da-ba-boom. أوسمار، حتة العيش الشقية الصغيرة. قلت لك 100 مرة لا. أنا قلت لك يا أوسمار إنك إيه القرف ده؟ الحقوني. وبعدين إيه اللي الناس بيرموه في الأرض ده؟ ما تشغلش بالك، الراجل ده بينا قطع دي. نعذر الناس، الجو حر وهو سايح قدامك. ممكن حد يساعدني؟ معلش. شكرا ليك يا صاحبي. لا ده عادي، انا كنت بقول حاجة. ايه هي بقى؟ ازاي انت متعلق بالشط كده؟ هو في ايه مختلف؟ انا بحب الاستغماية جدا، مين هيلعب معايا؟ محدش هيشوفني ولا واحد. يا اصحابي اصحابي، ما حسوش ان ضعت غير لما شاف الكرسي بتاعي في المدرسة فاضي وما جيتش اسبوع كامل. على الاقل يا صاحبي خدوا بالهم. بقولك بعد اسبوع كامل، انا بكره الشط ده جدا، انا اغرق في لبن سائع. احساس انت مش متخيله. انت بتكرهني زيهم صح ولا لا؟ قول. جوسي، اهلا جوسي. هو انت سواق؟ لا. يا خبر، انا اسفه، سامحني مش هقدر اتكلم معاك لاني فعلا متاخره على الشط. عندي احساس انك بتفكر تغير رايك وهتروح الشط. قول يا ستيفي، يلا نحضر عربياتنا بسرعه، الشاطر اللي يسبق ويروح اسرع في الوقت قبل ما يبقى ساندويتش. هو انت فعلا محتاج كل الحاجات دي يا ستيفي؟ انت عندك نوعين مختلفين من العيش يا صديقي، نوع بيخطط ونوع بيقعد تحت الشمسيه على الشط وما بيتحركش. أوسمار، انت معقول غيرت رايك ورايح الشط يا صديقي؟ انت مش كنت بتكرهه؟ أوسمار بيغير رايه عادي يعني. عادي يعني هي فيها ايه؟ وبعدين عايز اعرف من اللي قال اني بكرهه ونشر الاشاعه. انت اللي كنت بتقولها كتير يا صاحبي لما كنت بتبقى قاعد معانا في الاجازه. طيب ايه رايك نروح سوا كرحله ولا ممنوع؟ انت عارف يا أوسمار ان المكان هناك حلو قوي. طبعا جدا. فعلا مفيش حاجه احلى من رحله للشط مع الصحاب والجو حلو قوي. ايه الزحمه دي؟ أوسمار في حتة حلوة، هي لنقعد. لا ازاي ده، انت شايفة الرمل رمل قوي، ولا انت مش حاسة؟ ممكن نتعور من الرمل ده على فكرة. او الرملة بتحرق رجلي قوي. الايس كريم، الايس كريم، تعال يلا الايس كريم. مفيش حاجة ترطب على القلب غير طعم الايس كريم. قولي يا أوسمار، انت بتدور على ايه كده ومشغول؟ هو ايه اللي بدور على ايه؟ ايه اللي خلاكي تقولي اني بدور على حاجة؟ عادي، انا عادي جدا، انا بس بحاول استمتع بالجو وبحياتي هنا على الشط مش اكتر زي كل الناس. مالك بس يا أوسمار؟ حاول انك تستمتع بالبحر والرمل والجو الحلو. بص لون السماء حلوة قوي، وريحة البحر وريحة جوز الهند الجميلة. دي الحياة طلعت كويسة فعلا وجميلة يا صاحبي. مستحيل، الحياة الحلوة هي تكييف وكنبة وعصير. انا مش معاك في رأيك الغريب ده يا صاحبي العزيز. يا سيدي فكر بس، هتلاقي فيه هدوء زي هدوء الشط كده، يعني الامواج والهواء النقي. هما ايه دول؟ هو انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ انتوا مالتوا وشنا رمله عيب كده؟ افضل عيط بقى لحد ما تنشف مننا وتموت. الاطفال الشطار اللي ما يعملوش شقاوه ويضايقوا الناس على البحر كده زي ما انتوا عملتوا ورميتوا علينا رمله كتير كده. مين الشخص الضخم ده؟ اهلا، انت عامل ايه وانت فوق كده؟ بابا. توقيت ممتاز، دي مسرحيه كنا انا وابنك بنتدرب عليها حالا، عاملينها حوالين موضوع الكحك واللي بيحصل له من السمنه. مش متخيل الموضوع ده مهم ازاي للاطفال انهم يعرفوه من بدري كده. ده مهم جدا وهيسعدنا انك تيجي تشجع الولاد. انت كمان هتسعدهم معانا. لا وكمان احنا بنناقش غلط الكحك بعد كده في نهايه المسرحيه بتاعتنا. أو ايه ده؟ ايه ركبتي؟ ده كان جزء كوميدي مع الولاد. يلا الايس كريم، يلا تعال خد لك واحده كمان. الايس كريم اللذيذ طازه وغالي قوي. تعال يلا، تعال يلا، اللي عايز ايس كريم. أوسمار،
هو ايه في ايه؟ اسفة مش قصدي بجد، انا هروح اجيب ايس كريم. اجيب لك معايا؟ انت سرحان ومش بترد عليا فانا مش هجيب لك. هو انت بتكلمين انا؟ في ايه يا صاحبي؟ بس انت جاي تقعد ساكت ولا تتكلم معانا ولا ايه بقى يا صاحبي؟ يا صاحبي حاول تستمتع بالوقت. هو انا فعلا مش بحب البحر والشط بشكل حقيقي ولا ايه؟ شفت قرش بجد؟ اهو اهو. مسابقة التزحلق، يلا سجل حالا. خلاص انا موافق، يلا بينا. حط اسمي بحروف كبيرة عشان الكل يشوفه، ويا ريت يبقى قد كده. اسمي رقم واحد. انا خلاص قررت ابقى ملك الشط ده. اه طبعا زي ما انت عايز. اسمر رقم واحد. استنى، انت رسمت لي وشم بجد؟ هو ده مهم لمسابقة التزحلق؟ لا دول في الباب اللي جنبي، يا ريت تدفع حساب الوشم هنا. حساب حضرتك هو 200 دولار بالظبط. ايه ده؟ واو، ايه اصوات الصراخ اللي احنا سمعينها دي يا اسمر؟ سامعني يا اسمر؟ واخد بالك ولا رجعت تسرح؟ هو ممكن يكون في طفل حد بيخطفه وبيستنجد بينا؟ انا بفكر اقوم اشوف في ايه. هتيجي معايا ولا لا؟ شوف لو تحب، اعتقد انك شجاع فعلا. هنروح نشوف في ايه ولا لا؟ رد عليا يا اسمر. انت هتروحي تنقذي الطفل ولا لا؟ انت كنت بتحلمي ولا ايه؟ ايوه ده كان كابوس. لازم اتغطى كويس لما اجي انام بعد كده عشان البرد. يلا خلي الولد يتبسط، يا ريت ما يشتكيش منك. انت اتأخرت قوي كده ليه؟ انا مش عارف اشكركوا ازاي على انقاذ ابني وحيدي. بجد انتوا هايلين جدا، انت بطل هايل جدا يا كابتن. انت بجد اسمر، انت زي ما وشمك بيقول انت رقم واحد. محتاج كل المتسابقين تركز، المسابقة خلاص هتبدأ حالا. ازيك يا عيش؟ فين اللوح بتاعك يا ترى؟ هو انت مش هتدينا الالواح ولا ايه بقى؟ اكيد وشكلك كده عايزنا كمان نعلمك ازاي تتزحلق. طبعا يا ريت، يا ريت كمان يبقى بعد الساعة واحدة عشان الحق انام واصحى مركز. هايل، اسمعني بقى، انت لو ما جبتش لوح فانت كده مش هتتزحلق معانا. سيب لي الموضوع ده وانا هحله. اتفضل يا عثمان. يلا انت جبت ده منين يا ستيفي؟ هايل، يلا بقى نبدا المسابقة حالا. لو سمحت ممكن ترجع لي اللوح بتاعي؟ اسمر رقم واحد مش فاضي يكلم حد دلوقتي، معلش يا ابني. انا عارف بانكم كلكم بتحبوه وبتفتخروا بيه وبتنزلوا صوركم معاه على الفيسبوك، لكنه عنده مسابقه تزحلق عايز يكسبها، فممكن نبعد عنه شويه؟ انا عايز اعرف انت بتكلم ابني كده ليه. لا خالص مفيش حاجه، احنا بس بنلعب لعبه كده عادي. اعتقد ان ده بتاع ابنك يا استاذ. مش انت برضو الشاب اللي انقذ ابني النهارده؟ ايوه. انت ليه ما قلتليش انك محتاج لوح يا صديقي العزيز؟ استنى هشتري لك كمان. اللي معاك ده بتاع ابني وما عندناش مشكله تستلفه خالص، ده شرف لينا فعلا. كفايه كلام بقى يا جماعه، يلا علشان نبدا المسابقه بقى. يلا يا اسمر، انا واثقه انك هتفوز. بس يا ماما بطلي كلام. هم راحوا فين يا ترى كده؟ اسمر انت رحت فين؟ ايه ده؟ الالواح بتيجي من غير الناس اللي عليها. ايه ده اسمر فين؟ نركز بقى ونسمع النتيجة حالا. انت الفايز في مسابقة التزحلق على الرمل النهاردة، انت ازاي عملت روح؟ استنى لا اسكت، انت تعبت فعلا معانا النهاردة، احنا كده بقى عندنا 2 فايزين. انا اللي عندي الايس كريم، مش هتلاقيه في حتة تانية. انا بعمل في نفسي ايه؟ انا فعلا بكره الشط ده خالص. Ba-da-ba-boom, oh smart, oh smart. Ba-da-ba-boom, oh smart, oh smart.